عنه. وبصباحنا مستمرين ضمن هذا المكان الذي يحتضن ماضي مدينة الياسمين، بأتعرف على جانب الصناعات اليدوية يلي بقيت مستمرة لأجيال، ومنها الشرقيات يلي بتعتبر مقصد لكل سائح لهذه المدينة. ورح نتعرف على هالجانب من هوية مدينة دمشق. معنا الأستاذ فؤاد عربشة، رئيس قسم مدربين في الحاضنة الحرفية ورئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية شيخ شيوخ الكاري. يسعد صباحك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم. بالبداية طبعا بدنا نتعرف عن حضرتك، التراث السوري والصناعات اليدوية والتراثية ذاكرة المدينة، وهي كتير شيء كتير مهم. كيف قدرتوا تحافظوا عليها وكيف كانت مسؤوليتكم وكيف كبرت هالمسؤولية معكم؟ هلأ بداية نوجه معايدة لعمال سوريا وحرفيين سوريا ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله الأعياد الجاية بتكون سوريا بأجمل ازدهار لها من فضل عمالها وحرفيينا. نحن وصلنا لهون ضمن هالمرحلة اللي مرقنا فيها، واللي هي كنا عندنا مشاركات عديدة ما وقفنا رغم الظروف اللي اجت، رغم مدينة دمشق تهددت بقذائف الهاون. دمشق القديمة كنا نحن حرفيين نحمل أمتعتنا معروضاتنا ونشارك بكل المعارض الداخلية طبعا. كل المناسبات الوطنية اللي كانت تصير كانت الجمعية تشارك بمعروضاتها بحرفيها، نورجي أجدد ما عنا أجمل ما عنا من منتج حرفي. كنا نلهي حالنا بهالوقت أنه نحن موجودين من خلال اللقاءات، من خلال حضور المسؤولين اللي يشوفونا بالمعارض يعطونا الدعم يعطونا التشجيع يعطونا. استمرينا شاركنا بمعارض دولية خارجية، شاركنا بالمعارض الداخلية عامة مع جميع الوزارات والمؤسسات، كنا نلاقي إقبال شديد. حتى السنة الماضية كان عندنا مهرجان الشام بتجمعنا، كانت جمعيتنا مشاركة فيه، كان إقبال رائع طبعاً. على المنتج السوري والحرفي والتراثي بشكل خاص كمان. أستاذ فؤاد، يمكن هلأ من خلال لقاءاتنا مع السواعد الجميلة والسحرية اللي بنرجع من عيدها، سألنا سؤال إنه مين علمك؟ في منهم قال عن جدي، في منهم قالوا حضرتك، يعني هذا الشيء حب للمهنة خلاك إنه ما تحتكره لإلك، تعلمها لغيرك ليكون غيرك قدران يحافظ عليها. دائما الشيء الجميل لازم يبقى، لازم يتخلد. خلينا نحكي، شفنا هيك شغل صدف شرقيات، ما في سائح اجى الا ما كان اول شيء يركض عليه هو طالع على الفضه اللي عندنا بدمشق القديمه ليشتري الشرقيات. قديش رغم ظروف الحرب قدرنا انه نحافظ على العمل الشرقي. هلا قبل كل شيء نحن حكينا فتره التعليم، كيف قالوا لك انه كيف تعلمنا منهم وتوارثوها عن الاباء. عفوا، نحن هلا بنعتبر اللي تعلمنا منهم هن ابائنا مهما كانوا نوعهم، أبائنا بالحرفة، أبائنا بالمهنة بالحرفة تعلمنا منهم ونحن عم نعلمها لأبنائنا. هذا شيء حرفة تراثية حملت تاريخ سوريا، حضارة سوريا. سوريا وزعت حضارات للعالم، منها هالتراث الجميل. نحن السائح عم يجي لبلدنا ما بده يتفرج على شارع أو على بناية، جاي يشوف المعالم الأثرية تبعنا، جاي يشوف تحفنا، جاي يشوف الحرف اليدوية. نحن بنشتهر الحرفة اليدوية، الصناعة اليدوية لحد هلا عم نحافظ عليها بالطريقة اللي تعلمناها. ما حاولنا انه ندخل الآلة، الآلة دخلت لمساعدة لتسريع الوقت، ولكن البدائية بالتصنيع الحرفة بقيت يدوية. الصناعات اليدوية هي بالحرفية، ويعني في كيف عم تلاقي اقبال الشباب وكيف عم تنقلوا يعني عمل تبعكم والإبداع إلى جيل الشباب؟ وبالإضافة أنتم بس عم تعلموا هالشباب، عم تعلموهم يكون عندهم مساحة من الإبداع والابتكار، ولا هن لازم يكونوا مؤثرين بشيء أساسي ليحافظوا على التراث؟ هلأ نحن بدنا في مرحلتين، مرحلة ما قبل الأزمة كنا نلاقي شباب تجي تتعلم، كان نلاقي شاب مثلا ما له مرأة بالعلم ياخذ الكفاءة مثلا يدرس، ياخذ شهادة إعدادية، يحب يتعلم حرفة، نستقطبه نحن. حرفنا كانت موجودة بالأحياء الشعبية، نحن نجيب الحرفي نعلمه، نعطيه مبادئ الحرفة كيف تبلش، نعلمه طولة البال، نعلمه
يبلش يستلم الحرفة من بدايتها بالشيء اللي يقدر عليه، نهدي من روعته. نحن بحرفنا أكتريتها فيها آلات كهربائية بجوز تأذي الإيدين أو شيء، كنا نهدي لحتى يكون واعي بالحركة أو بالعمل الحرفي اللي عم يقوم فيه. قدرنا نعلم جيل، وفي منهم هلأ بيفتخروا بيقولوا أنا تعلمت عند فلان شيخ كار. نحن كنا قديما وقت كنا صغار وقت أهلينا علمونا كانوا يأخذونا لعند شيخ الكار بالحرفة، يقول له هذا بدي تعلم لي يكون شيخ كار مثل حكايتك، يتقن الحرفة مثل حكايتك، وأتقناها ونحن كمان عم نورثها للي بعدنا. إذا نحن بدنا نوقفها عند جيلنا ونقضي عليها، هذا نحن عم نقضي على بلدنا، هذا شيء نحن ما بنسمح فيه. نحن كل حرفي بيعلم هالحرفة أو بنقلها لجيل جديد لمستقبل جديد، نحن عم نكبر حضارتنا، عم ندعم بلدنا أكيد.